ومعنا الآن من المنامة أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني للدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، وقد ينضم إلينا أيضا ضيوف آخرون. أهلا بك سيد أمجد. يعني أريد أن أسأل في البداية على مسألة أنه ما قاله البحرينيون ومن قبلهم الإماراتيون أن التأثير على القضية الفلسطينية سيكون تأثيرا إيجابيا، وأنه بالفعل يعني هناك آثار إيجابية. كيف هذا؟ هل شرحت لنا هذا؟ طبعا بكل تأكيد. أولا هذا الاتفاق السلام وهذا الإعلان وهذه الخطوة التاريخية الشجاعة تدعم أولا القضية الفلسطينية، هي بإيقافها لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى منع المزيد من العنف في المنطقة وحتى داخل غزة والضفة الغربية وهذه المناطق، إضافة إلى منع التجارة بالقضية من قبل تجار القضية، تحديدا هنا نتحدث عن ميليشيات غزة، الميليشيات حماس الإرهابية والجهاد الإسلامي وغيرها، ويضح كذلك ديناميكية جديدة داخل إسرائيل، إن من يدعم السلام يستطيع أن يكون رئيسا للوزراء أو حتى يكون هو المكمل للحكومة الإسرائيلية مستقبلا، عكس ما كان سابقا، إن من يريد أن يضم المزيد من الأراضي الفلسطينية هو من يحصل على الأصوات، ولكن اليوم من يريد أن يقدم التنازلات ومن يريد السلام في المنطقة هو يعني من سيحصل على الأصوات في الأحداث. نحن لا نعلم إن كان نتنياهو سيفوز في الانتخابات يعني كمكافأة على هذا. لا، هو بكل تأكيد لديه الحق أن يكافأ من قبل الشعب الإسرائيلي بمسلميه ومسيحيه ويهوديه أن يفوز بالانتخابات، لأن قام بقرارات شجاعة مهما اختلفنا معه ومهما كان لديه مشاكل داخلية، لكن هذا الأمر تطلب الشجاعة وهو نعم. ما الشجاعة فيما حدث؟ الشجاعة فيها أن لم يحدث ذلك في سابقا، ولم يتوقف تحديدا نتنياهو عن ضم، أراد أن يضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وكان واضحا تماما أراد أن يذهب إلى غور الأردن، وهو توقف الآن ويذهب إلى السلام مهما كانت الظروف الآن. سيد أمجد، هذا هو لم يفعل أي شيء سوى التلويح بشيء لم يحدث على الأرض، وإذا بكل هذه الثمار تنهال عليه، أليس كذلك؟ يعني هو فقط قال سأضم، لا أحد يعلم إن كان في الحقيقة سيحدث أي شيء من هذا القبيل يعني جديا، وإذا بالبحرين والإمارات تطبعان معه لكي لا يضم. ليس ذلك فقط، بل إذا ما نظرنا ما حصل داخل الشأن الفلسطيني، وإذا سألت الفلسطينيين كان الأمر في تصعيد، في حالة تصعيد، وكانت هذه نهاية السلام تماما في منطقة الشرق الأوسط عندما كان يهدد نتنياهو بالذهاب إلى ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وغور الأردن والضفة الغربية. الفلسطينيون استمروا بالمظاهرات، وكان عملية التصعيد استشهد الكثير من أبناء فلسطين في الآونة الأخيرة بسبب هذا الأمر، ولكن بفضل الإمارات العربية المتحدة وبفضل التوقيع على هذا الاتفاق مع مملكة البحرين توقف التصعيد في العنف وكذلك ضم الأراضي والذهاب إلى السلام، الذهاب إلى التطور الاقتصادي، الازدهار، وكذلك جلب الحقوق الفلسطينية. يعني هو الكلام كله جميل، سلام وازدهار وتعاون أشياء من هذا القبيل، ولكن أنا يعني اسمح لي سأضم إلينا من واشنطن الآن فيليب كرولي مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، وسأوجه لك نفس السؤال سيد كرولي. السؤال بسيط، كيف سينتج عن هذا التطبيع مع الإمارات والبحرين تأثير إيجابي على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ ويعني إجابة، يعني أرجو أن تكون الإجابة يعني سهلة وبسيطة كما هو السؤال سهل وبسيط. أظن أن هذا التطور تطور مهم بالنسبة للشرق الأوسط بشكل عام،
هذا أمر تريد الولايات المتحدة منذ مدة أن تحققه نيابة عن إسرائيل ومنذ عقود بالأحرى، وهو طبعا يعقد أكثر التحديات بالنسبة للفلسطينيين. هذا يمثل إطارا آخر من الوضع القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خصوصا وأن المحادثات عملية السلام تراجعت على مدى سنوات، وهذا في ظل التوتر الذي طرأ في كل من العراق ولبنان وليبيا واليمن وسوريا. ولكن أيضا يعكس هذا التطور موقفا تجاه إيران، وهذا ما تريده الولايات المتحدة في نهاية المطاف. طيب، هذه يعني الصورة الإقليمية وهي صورة متشابكة ومعقدة، ولكن أيضا سأعيد سؤال مرة أخرى. يقول البحرينيون والإماراتيون والإسرائيليون والأمريكيون أيضا إنه هذا سيحل القضية الفلسطينية، هل توافق وكيف؟ في نهاية المطاف بالطبع هذا يعود إلى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكني أظن أن مسألة التنبؤ بما قد يحدث في المستقبل صعبا، خصوصا أن عملية السلام هي عملية متكاملة ولا تقتصر فقط على البحرين والإمارات العربية المتحدة، هي عملية استمرت أو بدأت منذ عقود واستمرت، ولكن استمر معها وتصاعد انعدام الثقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا ما سبب في تجمد أو جمود المحادثات بين الطرفين. ولكن من الممكن القول إن الوضع الحالي ليس مثالي، ولكنه قد لا يكون مرضيا بالنسبة للفلسطينيين أو للإسرائيليين حتى، ولكنه يدفع بالأمور في الاتجاه الصحيح. كيف سيمكن سيد فيليب كرولي لأي إدارة أمريكية سواء هذه الحالية أو في المستقبل وقد تكون ديمقراطية أن يعني تضغط على الإسرائيليين لإبرام سلام مع الفلسطينيين إذا كانت الثمار تنهال عليهم من دون أن يقدموا أي تنازلات؟ لدينا وضع الآن وهو لا يعود فقط إلى ضعف الجهود إن كان من إسرائيل أو من الولايات المتحدة، لأن كلي الطرفين حاولا إعادة دفع المحادثات، ولكن كان هناك انعدام في الوزن بين السياسات وبين السياسة والممارسات السياسية. الإسرائيليون يريدون التوصل إلى اتفاق ولكن الفلسطينيين لا يريدون. كان هناك نوع من المحادثات منذ سنوات بين رئيس الوزراء الأسبق أولمرت وأبو مازن من ناحية السلطة الفلسطينية، ولكنهم لم يتوصلوا إلى أي اتفاق. فإذا وعلى مدى العقد الأخير أبو مازن وعلاقته بنتنياهو لم تكن بما هو مطلوب من الثقة المتبادلة، ولهذا السبب مؤسف أن يكون الاتفاق بعيد المنال، لأنه في حاجة إلى مثل هذا العنصر، عنصر الثقة. هذه الشروط غير المتوفرة حتى الآن ومنذ عقد من الزمن، لا أرى كيف يمكنها أن تتحقق وأن تعود العرب إلى مسارها الصحيح في أي وقت في القريب العاجل. سيد أمجد طه، كيف كان وقع استدعاء سفير السلطة الفلسطينية من المنامة في رأيك؟
لا يهم بشكل كبير، لأن اليوم السلطة الفلسطينية بدأت واضحت الملامح الآن في هذه الفترة الأخيرة على أقل تقدير أنها تفقد تماما الشارع العربي وتفقد حتى الشارع الفلسطيني، وتغامر، ليس لديها إلا المغامرات، ولم تقدم في الفترة الأخيرة أي شيء، أي بديل للشارع الفلسطيني والقضية الفلسطينية. لذا ليس لديها من ينتظر السفراء منها بل أن تقدم. بل نقول قد تكون السلطة الفلسطينية في الآونة في الفترات القادمة قد تكون أمام سحب سفراها من كل المنطقة، بل من كل العالم، لأن العالم كله يتجه إلى السلام، والسلام مع الطرف الآخر وليس الحرب. لسنا هنا لنحارب، بل نحن هنا لنحارب من أجل السلام. بل طيب الفلسطينيون وهم غير ممثلين في هذا النقاش، واسمح لي أن أنقل يعني ما يمكن أن يكون ردهم على هذه النقطة، أنه بالعكس هم يرون أنه العالم ضد ما يجري. هناك كانت تنديدات دولية أوروبية حتى حلفاء لواشنطن وروسيا وغيرها من دول مهمة لمسألة نقل السفارة الأمريكية للقدس. هم يقولون نحن لدينا دعم دولي كبير، وهذه ليست الحقيقة أنهم في عزلة كما تحاول أن تصورهم مثلا الآن. هم بعزلة بشكل كبير، ولا أحد يتحدث معهم غير بعض من أصدقائهم واللوبي البسيط اللي عندهم، لكن لا يستطيعون تقديم أي مساعدات على سبيل المثال للشعب الفلسطيني. لا يستطيع أبو مازن اللي على حسابه البنك 2 مليار دولار عندما جاع الشعب وضربه الكورونا وأوقف المساعدات من الإمارات ولم يقدم حسابه، يعني حسابه الشخصي أنت تعرف ما فيه. طيب ولكن سيد أمجد، هل البحرين والإمارات الآن وقد يعني خسر العلاقات التي كانت متوترة ونعلم ذلك وشبه منعدمة أصلا، ولكن الآن رسميا قطعت مع السلطة وأسست علاقات مع إسرائيل، يعني عملية استبدال واضحة، يعني هذه بتلك والأولويات واضحة في حالة البحرين والإمارات، هل ستكونان في وضع يؤهلهما للحديث عن القضية الفلسطينية؟ بكل تأكيد دائما هي ليست عملية استبدال، هي الدعم القضية الفلسطينية بعيدا عن التجارة بالقضية. دعيني أكون أكثر واضحا. السلطة الفلسطينية وقعت في اتفاقية أوسلو البند الثاني على سبيل المثال، وهنا يقول البند الثاني أن ممنوع على أبناء فلسطين المقاومة المسلحة ضد إسرائيل. هذا لم يذكر في البيان والاتفاق السلام بين المنامة وتل أبيب، بين أبو ظبي وتل أبيب، بل قيل في نهاية البيان يحق للشعب الفلسطيني أن يقرر مصيره بأي طريقة، لكن السلطة الفلسطينية هي من سلبت هذه الحقوق. طيب. ووقعت في اتفاقية أوسلو على أن 78% من الأراضي الفلسطينية هي لدولة إسرائيل، أي كل فلسطين ما عدا غزة والضفة الغربية. إذن لا تستطيع اليوم السلطة بيع يعني عذرا على المقاطعة، ولكن ضم إلي الآن عبر الهاتف من رام الله عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. أهلا بك سيد عزام. إذن يقول البحرينيون وفي السابق الإماراتيون إن ما يجري هو لخدمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسيكون هناك تأثير إيجابي عليه، ما رأيك؟ هذا كلام فارغ، ولنا أصدقاء وإخوة في البحرين أكثر بكثير من الذي وقع وسيوقع، والشرعية وخرجت أصوات البحرين أمس بالأسماء العلنية لبرلمانيين وغير برلمانيين يقولوا نحن مع الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير. أما الجهل سيد الموقف مثل ضيفك الذي كان يتكلم قبل قليل، الذي يعيش في عزلة ولا يريد السلام هو ترامب وأذنابه من أمثال هؤلاء الصغار الرويبضة الذين تحدث عنهم محمد رسول الله عندما قال سيأتي على الناس أيام خداعات، ينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال التافه ينطق باسم العامة. هؤلاء هم الرويبضة في أبوظبي
والبحرين. سيد عزام الأحمد، أين هذه الشخصيات الآن التي تتحدث عنها وتقول برلمانيين؟ يعني القرار مرر أو يعني لم يعرض أصلا على البرلمان، هذا قرار واتفاقية على أعلى مستوى بين دولة البحرين وبين إسرائيل. أصدروا بيانات علنية أمس وقاموا بتحركات، وإذا كنت بحاجة كبي بي سي مستعد أرسلهم لكم. حتى في الإمارات، في الإمارات أيضا. لذلك كل العالم، وأنت قلت لمحاورك، إحنا الآن الاتحاد الأوروبي ضد صفقة القرن، ضد الضم مع الشرعية الدولية، لكن جهلت السياسة الذين وضعوا مبادرة السلام العربية يبدو أنهم لم يقرأوها، هم اللي وضعوها. كيف تراجعوا عنها؟ هل بضغط أمريكي؟ نعم. هل الإدارة الأمريكية هم أذناب لها؟ نعم. نحن سنتصدى للإدارة الأمريكية. كيف؟ وأذنابها. كيف ستتصدون؟ كما تصدينا. ما البرنامج الآن؟ ما الخطة؟ الوسائل المتاحة منذ قرن، ونحن نقاوم بعد بلفور ونقاوم الإدارة الأمريكية. ولكن هل من خطوات معينة وعملية سيد عزام الأحمد؟ نعم. ما الخطوة القادمة على البرنامج؟ إحنا الآن بحاجة إلى دراسة الوضع من جديد، لكن نضالنا سيتواصل. جامعة الدول العربية أسست وتوحد العرب فيها بسبب القضية الفلسطينية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي أسست في 1969 على بسبب حريق المسجد الأقصى. فلسطين توحد ولا تفرق. الذين خرجوا، اذكروا ماذا حصل مع السادات، خرجوا الآن على المبادرة التي وضعوها. طيب. يريدوا أن وهي أصبحت جزء من قرار مجلس الأمن 15-15 بتحريض وهيمنة من إدارة ترامب. طيب خلينا على ذكر إدارة ترامب، خلينا نسمع من الولايات المتحدة، وأريد أن أعود إليك فيليب كرولي، لأنه يعني هو كان تسلسل الأحداث أيضا لافتا سيد فيليب كرولي، أنه الإمارات في البداية ثم في أقل من شهر البحرين. هل هناك بالفعل ضغوط أمريكية تتصور أنها مورست؟ Pressure in what respect? ضغوط أمريكية على هذه الدول العربية يعني الإسراع في إعلان اتفاقات تطبيع في هذا التوقيت بالذات. Well, this is an enormous step. هذه خطوة جبارة. وأنا أقول إن البلدان التي تتخذ هذه القرارات الاستراتيجية لديها أسبابها الخاصة، ليس لأنها تخضع لضغوط الولايات المتحدة. الولايات المتحدة وإدارتها تحاول تسهيل التوصل إلى هذه الاتفاقات، ولكن العملية هي ديناميكية إقليمية تنتج ما أنتجته. هناك من يريد التعاون مع إسرائيل في مواجهة إيران، وهذا هو جزء من هذه الديناميكية الإقليمية التي أوصلتنا إلى هذه النقطة. في حال البحرين لم تكن لتتخذ هذه الخطوة الجريئة لو لم تكن في تنسيق تام مع المملكة العربية السعودية. فإذا أرى أن دول المنطقة تتقدم أقرب وأقرب إلى إسرائيل، خصوصا في مواجهة إيران، وهذا ما يحدث تلك التغييرات. أمجد طه، هو مسألة مجابهة إيران هو شيء يعني منطقي ومفهوم، يعني أن كل ما يحدث يحشر إيران في زاوية في المنطقة، ولكن أن يقال أنه سيخدم أيضا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هذا ما لا نفهمه.
بكل تأكيد سيخدم، قلنا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تحديدا. لا ننسى القاعدة، واليوم نحن هذه الأيام على ذكرى ما حصل في 11 سبتمبر تحديدا. القاعدة كانت تستغل القضية الفلسطينية واسمها، كذلك فيلق القدس الإيراني يستخدم القضية الفلسطينية، نظام قطر، نظام تركيا، هذه الأنظمة، حركة فتح ومن خرج منعتها، حركة أبو نضال، منظمة أبو نضال الفلسطينية التي قامت بخطف طائرة الطيران الخليج في 1983 وفجرت الطائرة السعودية وفعلت ما فعلت، وقتل وقامت باغتيال السفير الإماراتي في فرنسا ووزير خارجيتها كذلك. عن كل هذا يساعد الآن بوقف التجارة بالقضية بشكل مباشر. أما عندما يتحدث ضيفك من عزام الأحمد تحديدا، عندما يتحدث ويقول أن كانت هنالك مظاهرات يوم أمس في الإمارات، يعني عن هذا نتحدث تحديدا، هنالك أوهام عند هذه السلطة التي لا تفرق اليوم بين الخيار الاستراتيجي لا تفرق اليوم السلطة الفلسطينية بين الخيار الاستراتيجي والخيار باللبن والسلطة والسلطة. سيد عزام الأحمد، ما تعقيبك؟ صحيح الأخ عزام يعتذر دخل الاستوديو. طيب، يعني إذا عزام الأحمد لم يعد معنا، أنا أريد أن أعود إليك أمجد طه، لأنك بدأ من كلامك في أكثر من إجابة أنه يعني تذهب إلى مسألة أنه القيادة الفلسطينية الحالية غير صالحة. هل تتصور أنه حان الوقت لقيادة بديلة؟ هل هناك يعني في الكواليس إعداد لقيادة بديلة من قبل بعض القوى الإقليمية تتصور؟ دعيني أقول هذا بكل تأكيد، ودعيني أكون دقيق جدا. هنالك عقول وقيادات من أبناء فلسطين الحبيبة والغالية على قلوبنا يتواجدون ويمكثون في الأراضي العربية. هؤلاء يستطيعون الرجوع إلى فلسطين الغالية في رام الله والضفة الغربية، واستبدال هذه السلطة الآن سلطة بيع الأراضي، سلطة الفساد، سلطة إن أنت تصوري وين وصل فيهم الفساد، إن نجل محمود عباس يضع في جواز سفره المهنة نجل الرئيس. يعني لا نريد أن نتطرق لأمور شخصية وأبناء وأشياء من هذا القبيل، ولكن شكرا لك على كل. هو انتهى وقت الفقرة، وأشكر ضيفي من المنامة أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني للدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، كما أشكر أيضا من واشنطن فيليب كرولي مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. معنا الآن من القدس المحلل السياسي شاؤول منشا، ومعنا من اسطنبول المحلل السياسي أوكتاي المز، ومعنا من لندن عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. أبدأ معك من القدس سيد شاؤول منشا، وأسأل كيف هو التأثير لكل ما يجري والذي قد يعني يزيد في الفترة المقبلة بانضمام دول أخرى على التشكيلة والهيكلة في المنطقة والتجاذبات الجيوسياسية في هذه المنطقة من العالم؟ سيدتي، التطورات الأخيرة بالنسبة لهذا الموضوع تشير إلى أن النهج الفلسطيني الذي يطول أمده حوالي 100 عام قد فشل في إقامة دولة فلسطينية. اليوم لا يمكن للفلسطينيين المتطرفين أن يزعموا أن البحرين والإمارات هم خونة، وهذا يعني أن كل الدول العربية فيما عدا قطر هم خونة. هل هذا شيء معقول؟ هنالك إجماع عربي على الحل السلمي، والعرب في هذا الشأن لا يمكن أن يكونوا مخطئين. سيد شاؤول، لو حدثتنا عن وجهة النظر الإسرائيلية أكون شاكرة جدا لك. من وجهة نظر إسرائيل كيف سيتغير وجه المنطقة بعد هذه الاتفاقات؟ بعد هذه الاتفاقات الأمل معقود
فيما إذا قبل الفلسطينيون أن تستأنف المفاوضات المباشرة بين الطرفين لإقامة دولة فلسطينية تتعايش سلميا مع إسرائيل. وما هو أبعد من ذلك؟ وثم ما هو وراء ذلك؟ أبعد من ذلك، أبعد من ذلك، التضامن العربي مع إسرائيل يضمن للدول العربية التي تنهج نحو التطبيع بأن يكون هنالك أمن مضمون ضد التوسع الإيراني. وخذي على سبيل المثال البحرين التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل، سوف تكسب أولا بقاء الأسطول الأمريكي الخامس في مياه البحرين للتصدي لأي عدوان إيراني. طيب. ومن الناحية الأخرى السلاح وبضمن ذلك طائرات F-35 سوف تتدفق على البحرين والإمارات. هذا بالإضافة أن يعني الإمارات هذه علامة استفهام كبرى من أيام جليلة. الاتفاق مع الإمارات. ولكن لنتحول إلى أوكتاي ألمز الآن، لأنه أريد أن أفهم الموقف التركي أكثر. يعني عندما نددت إيران باتفاقيات الإمارات والبحرين كان هذا مفهوما واضح موقف طهران من تل أبيب، ولكن لم أفهم كيف أن أنقرة نددت بشدة وهي لديها علاقات كاملة مع إسرائيل. تحية طيبة، مساء الخير. نعم صحيح، أنقرة نددت وبشدة شدة اتفاق تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل. لماذا؟ نعم، وكذلك صحيح أن هناك علاقات تركية إسرائيلية رسمية، ولكن هذه العلاقات الرسمية ليست في المستوى العالي، وكلنا نعلم المشاكل بين تركيا وإسرائيل. شركاء تجاريين يعني على مستوى عالم البلدان، أليس كذلك؟ عفوا، في التجارة وفي الاقتصاد العلاقات طيبة ودافئة جدا. تركيا لا يعني تدخل جميع القضايا في سلة واحدة. نعم تركيا هناك تجارة مع مصر رغم المشاكل السياسية، كذلك مع إيران، مع إسرائيل، مع جميع الدول الجوار. ولكن تركيا لماذا نددت هذا الاتفاق؟ لأن كما جاء في بيان الخارجية التركية أن هذا الاتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين تنافي القرار الإجماع العربي. طائفك الإسرائيلي تحدث عن الإجماع العربي، والعرب قرروا. وما شأن تركيا بالإجماع العربي؟ أن يكون السلام. لماذا يعني تستاء وتنزعج تركيا إن قرر العرب أن يخرجوا عن الإجماع فيما بينهم؟ اسمح لي أن أكمل حديث هذا. أولا مخالف للإجماع العربي، السلام مقابل الأرض، وكذلك هذا القرار منافي لقرارات منظمة التعاون الإسلامي. يجب التذكير بأن تركيا جمعت القمة الإسلامية مرتين في السنة الواحدة ردا على القرار الإسرائيلي بتحويل العاصمة من تل أبيب إلى القدس. ولكنها لم تقطع علاقتها بإسرائيل حينذاك. كذلك ضد القرار. يا سيدي الكريم، لا يوجد الآن سفير إسرائيلي في أنقرة، كذلك لا يوجد سفير تركي في تل أبيب. العلاقات السياسية شبه مقطوعة، ولكن بكل تأكيد هناك علاقات تجارية. تركيا يعني أريد أن لا يفهم كلامي خطأ، تركيا لا يمانع أحد بتطبيع علاقتها مع إسرائيل. تركيا تعترف بدولة إسرائيل، ولكن ما أريد أن أقول قبل تحقيق السلام أو طيب مع استمرار الاحتلال للأراضي العربية، ما فائدة تطبيع العلاقات؟ طيب يعني أنا أريد أن أرحب بضيف جديد في الواقع قبل أن أتحول إلى عبد الباري عطوان، لأن من القاهرة الآن معنا عبر الهاتف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. سفير حسين، أريد أن أسألك في هذه النقطة، يعني مسألة أنه الترحيب المصري كان حارا يعني بالتطبيع بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، هل هناك شعور في القاهرة إنه هذا يخدم فكرة يعني منع التدخلات الإقليمية التي تؤرق القاهرة، بالذات تركيا لربما في البداية ومن ثم إيران؟
يعني أعتقد الموقف المصري بالنسبة للاتفاق التطبيع أو اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل من جانب وبين البحرين وإسرائيل من جانب آخر، أعتقد ينطلق من أرضية الموقف المصري تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط وتجاه القضية الفلسطينية. يعني الترحيب المصري الرسمي أمس كان نلاحظ أن هو أكد على الاستقرار المنطقة، الإعراب عن الأماني أن الاتفاقيتين يجبان الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة. لكن طبعا يعني رأيي الشخصي، تقديري الشخصي، أنه المنطقة الآن حضرتك يعني القرارات دي ما كانتش مفاجأة، يعني هذه قرارات بتأتي في إطار عملية أطلق عليها الأمريكيون عملية وارسو. بدأت هذه العملية، دشنت هذه العملية رسميا في منتصف عام 2019 في اجتماع وزاري شارك فيه العرب في وارسو عاصمة بولندا، ثم أعقب هذا الاجتماع الوزاري موسع ورشة عمل في البحرين في يونيو 2019 تحت شعار نفس الشعار اللي طرحت في ظله مبادرة القرن لإدارة ترامب في يناير الماضي، الازدهار طريق السلام. وكان واضح أن الاستراتيجية الأمريكية في ظل إدارة ترامب. نعم، ولكن اسمح لي سفير حسين، أريد أن أعود بك إلى مخاوف مصر من ما تعتبره تدخلات من أنقرة في المنطقة. هل هذا يخدم وجهة النظر المصرية هنا؟ حضرتك يعني احنا بنفصل بين القضية الفلسطينية بين الحل السلمي الشامل والدائم والعادل وفقا لقرارات الأمم المتحدة والتدخلات الإقليمية او السياسات الإقليمية لبعض القوى الإقليمية. طيب. الدول الجوار الإقليمي لمصر. لا نريد أن نخلط الأمور. لا، نحن نريد أن نتحدث عن التدخلات الإقليمية أو عن تغيير وجه المنطقة في هذه الفقرة من البرنامج. وسأتحول بالسؤال إلى عبد الباري عطوان. الذي يجري سيد عبد الباري، يعني هل سيكون هناك آخرون؟ هذه جزئية، والجزئية الأخرى كيف سيتغير، يعني كيف سيعاد أو يعاد فعلا هيكلة الشرق الأوسط حاليا؟ يعني أنا في تقديري هذه الاتفاقات التطبيع أو اتفاقات السلام مقابل الحماية هذه تراهن أو تتوج إسرائيل زعيما لمنطقة الخليج وربما للجزيرة العربية. يعني ما حصل هو شيطنة إيران، تصوير إيران بأنها تشكل خطرا كبيرا، واستخدام هذه الدول الصغرى من حيث المساحة ومن حيث التأثير أيضا في الرأي العام العربي، استخدامها من أجل اللي هو تمرير نجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه هي الحقيقة. يعني إحنا الآن كيف ستتغير شكل المنطقة؟ تحدثتم عن السلام، كيف سيكون هناك سلام دون حل للقضية الفلسطينية؟ كيف يكون هناك سلام وهذه الدول لم تنجح في انتزاع تنازل واحد من اللي هي إسرائيل؟ يعني كيف يكون هناك سلام وإسرائيل الآن تتبدد في المنطقة العربية؟ الآن أصبحت في الخليج في مواجهة إيران، أصبحت الآن في باب المندب، أصبحت الآن يعني طائراتها تتجول في المنطقة مثلما تريد. أنا في تقديري لا توجد إعادة هيكل المنطقة، وإنما ربما إعادة التوتر للمنطقة. يعني إذا كان هذه الدول ستصبح التي تطبع مع إسرائيل وخاصة في الخليج ستصبح قاعدة لحرب قادمة بين إيران وبين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه أيضا ماذا كان على هذه الدول أن تفعله سيد عبد الباري؟ لأنه هي لديها مخاوف أمنية وهواجس، دول بعض الدول في الخليج كالإمارات والبحرين من إيران، وأيضا يعني الإمارات وتركيا العلاقات متوترة، القاهرة وأنقرة العلاقات متوترة. إذا كان هذا سيخدم مصالحهم في هذه الجزئية، فيعني هل يمكن أن يلاموا على التفكير في مصالحهم؟ يا ست نوران، أولا يعني إيران لم تعتدي على أي دولة عربية، وقصة الجزر الثلاث هذه كانت من أيام الشاه، وعندما كانت إيران الحليف الأساسي. ماذا عن الدعم للحوثيين والضربات من الحوثيين على السعودية؟
يا سيدتي الحوثيين اليمن يتعرض لحرب منذ 6 سنوات. اليمن طائرات الاف 15 والاف 16 تقصف بشكل يومي، آلاف عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من اليمنيين إما قتلوا أو أصيبوا. اليمن الآن يعني أكثر من 18 مليون يمني تحت خط الفقر ويعانوا من الجوع. طيب. فإذا كانت جاءت إيران وساعدت، على افتراض أنها ساعدت الحوثيين، يعني لماذا لا تساعدهم؟ يعني لماذا لا تساعدهم وتمكنهم من الدفاع عن أنفسهم؟ إذا كانوا بواجهوا هذا التحالف السعودي الإماراتي القوي جدا الذي يملك أحدث الأسلحة وأحدث الطائرات وأحدث القدرة، فأعتقد يعني أنه إذا كان الإنسان يغرق يعني يحتاج مساعدة أي إنسان إلى جانبه. يعني إيران لم تتدخل، يعني إيران لم تشن حربا على المملكة العربية السعودية وعلى دولة الإمارات، والذي شن الحرب يعني على اليمن هم يرون الموقف هي بطريقة يعني مختلفة طبعا والإمارات. أستاذ عبد الباري، ولكن أتحول إلى شاؤول من نشأ من جديد، هل تتوقع أن يكون هناك آخرون؟ من سيكون التالي بعد البحرين في تصورك؟ حسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية فهناك دول أخرى ستنضم، ولكن السعودية سوف لا تتسرع بذلك. ذلك أن العاهل السعودي يعني هو في موقف حرج بالنسبة لعمره، وأمد الله عمره، ومن ثم فمن المتوقع بعد البحرين أن تنضم السودان ودول أخرى في شمال إفريقيا. واسمحي لي أن أقول كلمة تعليقا على موقف السيد عبد الباري عطوان. هو يريد حلا للقضية الفلسطينية عن طريق إبادة إسرائيل، وهذا الأسلوب مارسته القيادات الفلسطينية المتطرفة منذ 100 عام، وهي لم تحرر ولو شبرا واحدا من الأرض الفلسطينية. الحل الوحيد والقائم هو محادثات سلمية بين الطرفين، مع اعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية كما قررت ذلك قرارات التقسيم عام 47. طيب سيد عبد الباري، هل تود تعقيب سريع؟ يعني أنا أستغرب بالقول بأنه عبد الباري عطوان يريد تدمير دولة إسرائيل. عبد الباري عطوان عنده صواريخ يعني 15 وإف 16 وإف 35. يعني عبد الباري عطوان أولا لما تحدث أنا عن هذه، بس قصة المفاوضات مع الإسرائيليين، على أي أساس يتفاوض الفلسطينيين مع الإسرائيليين؟ الفلسطينيون يتفاوضون منذ 27 عاما ووقعوا اتفاق سلام مع إسرائيل، لم تلتزم إسرائيل بأي حرف من هذا. أما أن القبول بإسرائيل دولة يهودية فهذا يعني قرار عنصري، هذا قانون عنصري، يعني ينفي وجود أكثر من 1.5 مليون فلسطيني مسيحيين ومسلمين. طيب. في داخل حتى نبقى في الموضوع المحتلة. اليوم السفير حسين هريدي، يعني الموقف العربي لا يبدو مفهوما، لأن الجامعة العربية قالت لازلنا متمسكين بمبادرة السلام العربية ل2002، ولكن لكل دولة سيادة في أن تتخذ القرارات الملائمة، ما الذي نفهمه هنا؟ يعني في واقع الأمر ما نشهده الآن حضرتك على صعيد العلاقات العربية الإسرائيلية بيضع خطة السلام العربية كما تم صياغتها وكما تم الموافقة عليها في قمة بيروت في مارس 2002، ثم أعيد التأكيد عليها في 2006 قمة عربية في 2007. أعتقد خطة السلام العربية اليوم أصبحت على المحك، لأن إحنا إذا رجعنا إلى خطة السلام العربية هنجد أن هذه الخطوات المطلوبة لتحقيق السلام الشامل والدائم والعادل واضحة وصريحة وتتفق مع قرارات الأمم المتحدة وقرار 242، وعلى ونصت صراحة مبادرة السلام العربية على صيغة الأرض مقابل السلام. وطبعا ما نراه اليوم هو الصيغة الإسرائيلية، السلام من أجل السلام. وبالتالي مبادرة السلام العربية اليوم أصبحت على المحك. طيب يقول لك ضيفنا من اسطنبول أنه من أسباب التنديد التركي الأساسية بالاتفاقات هذه هو أنها تخرج عن الإجماع العربي. يعني أنا المواقف التركية من الصراع العربي الإسرائيلي حضرتك مواقف بتختلف من
وقت الوقت، فلا نقيس عليها الإجماع العربي أو عدم الإجماع العربي. وأنا يعني أفضل عندما نتحدث نحن كعرب وكمصريين عن القضية الفلسطينية أن نخرج كلا من تركيا وإيران من مشهد، لأن إدخالهم في المشهد العربي بيعقد الأمور. ولكن هذه هي الحقيقة، الأمريكيون يقولون أن يعني، وهذا يعني التصريح أمامي تحديدا، أنه جيريد كوشنر قالها في أبوظبي: يجمعنا مناهضة إيران. يعني هذا ركن أساسي، بل قد يكون الركن الوحيد. مصر لا تشارك، مصر لا تشارك هذا الرأي، ومصر ترفض إقامة تحالفات في المنطقة تستهدف قوى إقليمية، وخصوصا إذا كانت هذه القوى الإقليمية من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي. ونحن لا نتفق مع لا نتفق مع الرؤية الأمريكية أن العدو المشترك للدول العربية هي إيران، واستبدلت إسرائيل بإيران. نحن لا نساوي. ولكن يعني تركيا دولة عضو في المنظمة الإسلامية، ولكن يعني حتى في الاجتماع قبل أيام في عمان الأردني المصري العراقي كان التنديد بالتدخلات الإقليمية. الموقف المصري واضح في أنه في هاجس مصري حقيقي من أنقرة. يعني احنا حضرتك، التدخلات الخارجيه او التدخلات الاقليميه في الشان العربي طبعا في اجماع عربي للوقوف ضدها ولوضع حد لها، لانها عامل عنصر معقد في المشهد العربي ولم يساعد. يعني خلال العقد الماضي من 2011 لغايه اليوم، التدخل الاقليمي تحديدا التدخل التركي والتدخل الايراني في المنطقه العربيه، في منطقه الشرق الاوسط وفي الخليج وفي اليمن، لم يساعد اطلاقا على تسويه المشاكل. فاليوم نحن ما حدث حضرتك في قمه عمان، وشكرا لاثاره قمه عمان الثلاثيه، هو ان وكذلك في اجتماع الدوره 154 لمجلس الجامعه العربيه على مستوى وزراء الخارجيه يوم الاربعاء الماضي، هو ان المشاكل العربيه والقضايا العربية تحل عربيا وفي الإطار العربي، وده اللي مصر حضرتك دائما بتركز عليه. طيب سأعود هنا إلى إسطنبول، المحلل السياسي أوكتاي يلمز، لأنه أريد أن أسأل أين يضع كل هذا، يعني ما يجري، أين يضع تركيا التي كانت يعني لديها هذه الميزة بين هلالين، لأني لا أجد مفردة أخرى عن الدول العربية، وهي أنها تقيم علاقات مع إسرائيل، أحيانا تسحب سفير أو تعيد سفير أو تقطع علاقات، ثم العلاقات يعني ما بين برودة ودفء حسب الأحداث، ولكن كانت هي دولة إسلامية كبرى لديها علاقات مع إسرائيل، وهذا غير موجود لدى آخرين. الآن يعني بالعكس، هي التي لديها علاقات متوترة، وأنت ذكرت سيد أوكتاي أنها تكاد تصل لعلاقات يعني شبه منعدمة تقول، والآخرون يسبقون في هذا المضمار، كيف ستتأثر أنقرة هنا؟ نعم، يعني كلنا، أنا ذكرت عامل يعني هذا القرار ينافي الإجماع العربي والمبادرة العربية، كذلك منافي لقرارات. يعني تجاوزنا هذه النقطة ورد عليها السفير هريدي. نعم، سأرد. القرارات نعم العربية نحن معنيون بها وليس غيرنا. اسمع، كذلك تركيا معنية، تركيا تستضيف 10 مليون عربي الآن، 5 ملايين سوري. يعني عندما طالبوا تركيا لاستضافة 5 مليون سوري، الآن يتهمون تركيا بالتدخل في الشأن العربي. يعني تركيا جار للدول العربية ومعنية بقضايا المنطقة. لماذا العلاقات التركية الإسرائيلية ساءت وتراجعت وشبه منقطعة؟ لأن تركيا وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية، انحازت للفلسطينيين بكل صراحة. يا سيدتي الكريمة، هناك العامل الثالث، هناك منذ الفترة، وأريد قبل ذلك أن أقول أن كل هذه التطورات الأخيرة في المنطقة، المتجاذبات، يعني انتفعت إسرائيل منها كثيرا. فقط إسرائيل هي المستفيدة من كل هذه التقلبات، صحيح، وكذلك هناك محاولة أمريكية إسرائيلية لتشكيل تحالف تقودها إسرائيل ضد الدول الإسلامية. تم تخفيف العرب من إيران وشيطنة الإيران. الآن هناك محاولة وهناك بروباغندا قوية عربية جداً
ضد تركيا. الآن هناك محاولة لشيطنة تركيا وباكستان. الآن هناك وكذا إذا وضعنا ذلك بمحاولة الأمريكية لتشكيل تحالف إسرائيلي مدعوم بالمال العربي وبدويلات العربية، نفهم خطورة هذا المشروع. وإلا ليست تركيا يعني ضد تطبيل العلاقات الإسرائيلية العربية، ولكن مع تحقيق السلام في فلسطين، مع استمرار الاحتلال، مع زائد الفلسطينيون من هذا التطبيع، ما الذي استفادته القضية الفلسطينية من القطيعة؟ ماذا ستستفيد يا سيدتي الكريمة؟ ماذا ستستفيد الإمارات غير الأمل للأسرة الحاكمة في أن تأتي إسرائيل وتحمي الأسرة الحاكمة من الشعب الإماراتي؟ أريد أن أعود في آخر يعني لأن الوقت يكاد ينتهي. سيد عبد الباري عطوان، هذا هو السؤال، إنه ماذا استفاد أي من الأطراف من القطيعة حتى يعني ينكر إنه للتطبيع سيكون هناك فوائد الآن؟ يعني كأين الفوائد؟ يعني عندما قالت الإمارات بأنها يعني ستحصل أولا على طائرات F-35 أو 35، وقالت إسرائيل ولا برغي واحد من هذه الطائرات، وعندما قالت الإمارات بأننا أقدمنا على هذه الخطوة من أجل منع الضم ومنع اللي هو ضم غور الأردن والأجزاء من الضفة الغربية، وقال نتنياهو لا، إنه هذا مش صحيح، لم نتعهد بهذا الشيء، جرى ربما تجميد ولفترة مؤقتة وما زال هذا القرار على الطاولة. طيب أين ستستفيد المنطقة من هذا التفرد الإسرائيلي بالدول الخليجية؟ أليس كذلك؟ أليس التعاون الاقتصادي الآن سيكون متاحا والعلاقات باتت في العلن؟ يا سيدتي، التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإيران هناك 14 مليار دولار من التعاون الاقتصادي، يعني دول الخليج تملك المال وتستطيع أن تتعامل مع كل أنحاء العالم، لماذا إسرائيل فقط؟ يعني ماذا ستضيف إسرائيل للتعاون الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل أو بين البحرين وإسرائيل؟ يعني هذا كله أنا تقديري هذا تحالف عسكري. إسرائيل تريد أن تكون على الضفة الغربية من الخليج، تريد أن تبني قواعد في الإمارات وفي البحرين في مواجهة إيران، لأنها ترى في إيران خطرا وجوديا عليها. ومن المؤسف أن الدول العربية تقدم لها هذه الخدمة. المسألة ليست تعاونا اقتصاديا وإنما تعاونا عسكريا وأمنيا من طريق واحد، اللي هو طريق إسرائيل باتجاه هذه الدول. أما الدول الأخرى ليس لديها يعني أسلحة أو يعني ما معنى قوة عسكرية جبارة. هذه المسألة. المسألة الأخرى، طيب لماذا تحتاج هذه الدول يعني سواء الخليج أو البحرين أو الإمارات أو حتى السعودية، وهي لديها اتفاقات دفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع فرنسا ومع بريطانيا؟ أنا في تقديري هذا هو عودة إسرائيل إلى السيطرة على الممرات، مضيق هرمز، بحر العرب، بحر عمان، ومضيق باب المندب. وهذا هو الهدف الأساسي من هذه الاتفاقات. أشكرك عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية، وأشكر من اسطنبول أوكتاي يلمز المحلل السياسي، وشاؤول منشا من القدس يبدو أنه اضطر لمغادرتنا، نشكره أيضا. وأشكر عبر الهاتف كان معنا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري.